يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الناحية المقدسة سلام على طهرها وقدسها ونورها سلام على سيدها وقاطنها بقيه الله برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره الحلقه الحاديه والستون بعد الثلاثمائه سلام عليكم. على مائدة القمر. إنها أطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة. أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر. براءة من السقيفتين، سقيفة بني ساعدة في المدينة، وسقيفة بني طوسي في النجف، وولاية للبيعتين، بيعة الغدير الأولى، بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثانية، بيعة القائم، إنه إفطار القلوب، على مائدة المحبوب تفضلوا فلينظر الإنسان إلى طعامه في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل فلينظر الانسان الى طعامه قال قلت ما طعامه قال علمه الذي ياخذه عمن ياخذه هذا هو الجزء الرابع من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضيه. عنواننا المتقدم طبق من اطباق البراءه، انه الطبق الرابع طبق المخللات الحامضة. وهذا جزءه الرابع. فيما تقدم في الأجزاء السالفة عرضت بين أيديكم مقطعا من فيديو يتحدث فيه المرجع الجديد محمد باقر الايرواني عن الحكمة من غيبة امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ولم تسنح لي الفرصة أن أعلق بشكل تفصيلي بخصوص هذه المسألة وإن كنت تحدثت عن الحكمه من غيبه امام زماننا في هذا البرنامج في حلقات سابقه وفصلت القول في ذلك لكن المقام يقتضي الاعاده وعدتكم ان اعرض لكم المقطع بشكل كامل وهو من نتاجات مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي صلوات الله عليه من مجموعة المراكز التي تنضوي تحت خيمة المرجعية السيستانية حديث الإيروان هذا كان بتأريخ 9 شعبان ألف وأربعمية وثلاثة للهجرة الموافق ثلاثة عشر ثلاثة ميلادي مكان الحديث العتبة العلوية في النجف الأشرف لا أريد أن أعلق كثيرا على مضموني كلام الايرواني وانما اترك الحكم اليكم لكن عليكم ان تقارنوا بين ما تتحدث به النجف وما تتحدث به قناه القمر قناه القمر حديثها هذا هو الحديث القديم الجديد والجديد القديم اما الايرواني فهو المرجع الجديد يتحدث من العتبه العلويه وضمن نشاطات مركز الدراسات التخصصيه في الامام المهدي صلوات الله عليه فهذا احسن ما تقدمه النجف لا اريد ان ادقق النظر في كلامه كي أفكك جمله وعبائره لبيان المواطن الهزيله الواضحه جدا في بيان جهله بثقافة العترة الطاهرة رجاء اعرضوا لنا الفيديو وهو السؤال لماذا الغيبه لماذا الامام ما يكون امامنا وبين ظهرانينا ونحن نواجهه ونستفيد منه اذا هذا الوجود الطويل وهو من وراء الستار كيف يفسر ذلك هذا سؤال قد يخطر إلى أذهان البعض لماذا ولماذا وقد يجاب بهذا الشكل بذلك الشكل يجوز أجوبة متعددة موجودة وأتذكر في زمان سابق ظهر فرد كتيب صغير في ذلك الكتيب رأيت موجود هذا الشيء مضمونة إذا لم أكن مشتبها أن النكتة في الغيبة هي أنه صلوات الله وسلامه عليه سوف يطلع على كل ما يجري في العالم ويكون على خبرة واطلاع وطبيعي الشخص الذي له خبرة واطلاع بكل ما يجري على الأرض غير ذلك الشخص الذي يبرز وليس له هذا الاطلاع إذن فائدة هذا العمر الطبي الطويل تحت مع الغيبة هو الازدياد من الخبروية والاستفاده من الخبرات في هذا المجال هكذا رايت ما ادري الان انتم انظاركم المباركه حول هذا الكلام ماذا يعني الامام ناقص الخبره هو يحتاج الى بهذا الشكل من خلال هذا الطريق ما ادري على اي حال كلام أنا مشتبه إن شاء الله تعالى في فهم المقصود الذي أريد أن أركز عليه الآن ليس كل سؤال يلزم أن نعرف جوابه بعض الأمور أكو غائبة عنا ينبغي ان تترك الى عالم الغيب والقران الكريم اكد الكثير الكثير على هذه القضيه يعني ظاهره او قضيه الايمان بالغيب في ايات متعدده اول ما نقرا القران الكريم في بدايه سوره البقره بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين اول صفه هي سبع صفات اظنه سبعه اكثر اقل مو مهم الذين يؤمنون بالغيب اذن ينبغي بالمؤمن ان يؤمن بفكره الغيب وانه كل شيء انا ما مطلعين احنا عليه هذا امر من الاسرار الله عز وجل يعرفه نعم انا لا امانع ان واحد يبرز ذلك على مستوى احتمال يحتمل يحتمل هذا ما بي باس اما انه مثلا يبني عليه يشيده هذا قد لا اراه مناسبا اذن فكره الايمان بالغيب هي مذكوره في القران الكريم وفي قضيه موسى مع الخضر قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به هي هاي ايمان بالغيب الخضر كان يفعل امورا موسى ما كان يصبر ويخرق هذا السفينه، قصدك احنا اذا كنا <applause> كنا نتساءل ايش قاعد تسوي انت قاعد تغرقنا؟ احنا كنا راح تغرقنا مع انه هي نكته موجوده ولكن تلك النكته لم يطلع عليها موسى عليه السلام، هسه تقول لي اذا يعني مقام الخضر اعلى من هذه م... قضيه ثانيه اتركها اعلى اعلى ثم ماذا ما ياثر فالمقصود هذا تاكيد على فكره الايمان بالغيب وبعد نقرا في القران الكريم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو اذن في هذه الايات الكريمه نلمس هذه الفكره ونتمكن ان نخرج بنتيجه وهي أن من قواعد الإسلام ما أدري توافقوني أو لا إحنا الآن بيناتنا الحكي وهذا الحكي كله هو قابل للإه ما, ما تداول يعني قد أكون مشتبه فالإسلام نطبق القاعدة الذي هي موجودة طبق ولا تناقش وليست القاعدة ناقش ثم طبق أو طبق ثم ناقش، لا لا هذا لا هذا. احنا هذا ترى يكون نزرق إلى أنفسنا. قد ترى اكو بعضنا همات ما مزرق بهذا التزريق، إيه ما مطايق ولذلك نرى البعض عن كل شيء يسأل ليش وليش؟ إذا كانت فكرة الإيمان بالغيب موجودة بشكلها القوي والواسع هذا السؤال قد يضعف في بعض المجالات. اذا الاسلام هذه نظريته، هذه قاعدته. طبق ولا تناقش. نعم كما قلت تسال عن امور نقول لك يحتمل يحتمل وتكتفي اي هذا لا باس به. أما أنه تأخذ بالمناقشة وتريد أن تطلع على النكتة الأساسية والحق هذا ليس من المناسب وقد تقول أليس هذا نحوا من الدكتاتورية يعني الإسلام دكتاتوري بعد بالتالي والجواب هذه اللفظة رجاء بدلها جيب لنا فرد لفظة لأن هي هذه اللفظة تحمل في طياتها آه شيء من الإشعارات والإشعاعات السلبية غير الجيدة أنت ويا من شنو مع الله عز وجل مع الله عز وجل تجي تسأل عن العلة وتناقش ولماذا ما له معنى السيدة دكتور يريد يجري له عملية لمريض دكتور همات عالي المستوى بروفيسور او او ما ادري شلون او هذا المريض انسان بسيط يجري الدكتور هذه العملية ويصير بناء هذا المريض يسأل ليش تسوي ايها الدكتور هاي شنو نكته هيك تسوي هذا مناسب السؤال من هذا المستوى العالي من هذا الدكتور يقول له اسكت هاي مو شغلتك هذه مو يمك هذه انا صاحب التخصص انا اعرف بهذه الامور لو كنت هسه دكتور إيه هذا لا باس مستوى اما انت مريض وجاهل بكل الامور فليس عليك الا الرضوخ والسكوت والخنوع وعدم النقاش وعدم الاشكال هذه أخوتي وعزتي هذه الفكرة إذا توافقوني عليها لا بد وأن نزرقها إلى الآخرين يعني كثير قلت لك حتى يجوز عندنا إحنا البعض قد يكون غافلا عن ذلك إذن ما البأس في أن نقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه غاب بطبيعي اراده الهيه هذا واضح هذا اما لماذا الله اراد ذلك لهذه النكته لتلك النكته او لنكته ثالثه لا يمكن ان نجزم بشيء وانما نعتقد لابد وان تكون هناك نكته جزما الا ان النكته هي غائبه علينا نعم يحتمل هذا يحتمل هذا يحتمل هذا على مستوى الاحتمال نبرز احتمالات شيء جيد ولا باس به هذه قضيه في هذا المجال احببت ان اشير اليها لا اريد ان اعلق على حديث الايرواني هذا ربما اصاب في بعض جهات حديثه وربما اخطا في جهات اخرى لكن الحديث بكل تفاصيله بعيد عن مذاقي ومساري ثقافة العترة الطاهرة. أنتم شاهدتم واستمعتم. سأجيب أنا على نفس السؤال الذي أثاره وحاول أن يجيب عليه ولكن وفقا لمذاقي ومسار ثقافة العترة الطاهرة. نذهب الى فاصل اولا وبعد الفاصل اعود اليكم عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من اراد ان يكون في جوار نبيه وجوار علي وفاطمه صلوات الله عليه وعلى آلهم الأطيبين فلا يدع زيارة الحسين بن علي وعن الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله تبارك وتعالى جعل ملائكة موكلين بقبر الحسين فإذا همّ الرجل بزيارته واغتسل ناداه محمد صلى الله عليه وآله يا وفد الله ابشروا بمرافقتي في الجنه الحكمه من غيبه امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا يمكننا ان نحصرها في جهه واحده ولا يمكننا ان نلخصها في نقطه واحده غيبه الامام امر عظيم عظمته تتفرع عن عظمه مشروع الامام نفسه صلوات الله عليه امامنا عظيم عظيم في ذاته عظيم في صفاته عظيم في افعاله عظيم في قراراته عظيم في كل شان من شؤونه ومر علينا كلام إمامنا الرضا كيف أن العقول قد ضلت وكيف أن العظماء قد تصاغروا وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء، وحصرت الخطباء، وجهلت الألباء، وكلت الشعراء، وعجزت الأدباء، وعيت البلغاء، عن وصف شأن من شأنه، أو فضيلة من فضائله. مر هذا الكلام علينا في الحلقات الماضيه فإمامنا عظيم وشؤونه عظيمة ومشروعه عظيم غيبته هي الأخرى عظيمة لأنها شأن من شؤونه العظيمة ولأنها ترتبط ارتباطا مفصليا بمشروعه العظيم أمر عظيم لا نستطيع أن نحصر حكمته وغايته وأسبابه في جهة واحدة فلا بد أن نعرف من أن الحكمة في غيبه امام زماننا صحائفها عديده ائمتنا حدثونا عن بعض صحائف هذه الغيبه وتركوا جانبا الى زمان ظهور امامنا صلوات الله وسلامه عليه من جملة ما حدثونا به من أن الإمام بادر إلى الغيبة وغاب تجنبا للقتل فإن العباسيين كانوا يبحثون عنه في كل مكان وأكثر من ذلك عمه جعفر الكذاب كان يسعى الى قتله كان يبحث عنه في كل زاويه في كل جهه يتوقع ان يجده فيها تعاون من تعاون معه من الشيعه وتعاون من تعاون معه من النواصب وتعاون هو مع السلطات العباسيه انذاك وكل هؤلاء يريدون قتله يريدون قتل الامام صلوات الله وسلامه عليه وهذا الامر لم يتوقف في زماننا هناك الكثير من الجهات لو انها علمت بنحو الدقه بمكان وجوده صلوات الله عليه فانهم سيسعون الى قتله وهذا الامر ليس احتماليا هذا امر قطعي هناك جهات في الوسط الشيعي وفي غير الوسط الشيعي تريد تصفيه الامام وتريد قتله ولذا حينما نكون قريبين من وقت الظهور فان الامام يتحرك تحركا قد لا يكون سريا الى ابعد الحدود بامكان الاعداء ان يتلمسوا مكانه من هنا سيبادر السفياني للسعي الى قتله او القاء القبض عليه وما جيش الخسف الذي سيخسف به في بيداء المدينه الا كان دفعا من السفياني لمحاوله قتل الامام صلوات الله عليه ان تمكنوا من ذلك وسيصل جيش الخسف هذا في الساعات الاخيره التي تسبق الظهور الشريف وسيخسف بالجيش ويصل خبر الخسف الى الامام وهو في مكه في بدايه ظهوره الشريف على اي حال لا اريد ان اتناول تفاصيل هذه المسائل فأحاديثهم الشريفة حدثتنا في جانب منها عن أن السبب الذي جعل الإمام يبادر إلى الغيبة هو أن يتجنب القتل أن يتجنب محاولات الاغتيال والقتل والاعتداء عليه من قبل عمه جعفر من قبل العباسيين ومن قبل سائر اعدائه وهذا الامر لا زال جاريا الى لحظه ظهوره قطعا الغيبه لم تكن لاجل هذا الموضوع فقط هذه صفحه من صفحات الغيبه رواية يحدثنا بها أبو خالد الكابولي عن إمامنا الباقر أقرأها عليكم من عوالم العلوم وقد وردت هذه الرواية في غيبة الطوسي أبو خالد الكابولي يسأل الإمام الباقر هكذا يقول سالت ابا جعفر ان يسمي القائم عليه السلام حتى اعرفه باسمه فقال يا ابا خالد سالتني عن امر لو ان بني فاطمه عرفوه لحرصوا على ان يقطعوه بضعه بضعه قطعه قطعه هكذا يقول ابو خالد الكابولي سالت ابا جعفر ان يسمي القائمه حتى اعرفه باسمه قال يا ابا خالد سالتني عن امر لو ان بني فاطمه عرفوه لحرصوا على ان يقطعوه بضعه بضعه وهكذا كان ناويًا أن يفعل جعفر الكذاب وأولاده وكان له الكثير من الأولاد الكثير الكثير من الأولاد للكذاب هذا هذه القضية واضحة واضحة جدا من أن جهات تسعى لقتل إمام زماننا منذ بداية الغيبة وإلى يومنا هذا وإلى وقت الظهور الشريف نذهب إلى فاصل عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك فقلت وما استدارة الفلك فقال اختلاف الشيعة بينهم وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا، يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء المراد ليس هناك من طرف على الحق ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء وينادي مناد من السماء وعن امامنا الباقر ايضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي متى يكون هذا الامر فقال, فقال أن, إن يكون, يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى, القتلى بين, بين الحيرة, الحيرة والكوفة. والكوفة ما قدمته لكم قبل قليل من حديث عن أن القتل والاغتيال يمثل صفحة من صفحات الغيبة، وهذا كلام حقيقي ودقيق جدا، صفحة أخرى من صفحات الغيبة الامام صلوات الله وسلامه عليه بادر الى الغيبه مثلما بين لنا في رسالته التي وصلت الى اسحاق بن يعقوب عبر السفير الثاني وانا اقرا عليكم من مصدرها الاصل من اقدم مصادرها كمال الدين وتمام النعمه للصدوق المتوفى سنه 381 للهجره الامام في هذا التوقيع الشريف تحدث عن عله الغيبه عن الحكمة من الغيب في جهة من جهاتها في صفحة من صفحاتها الامام هكذا يقول اقرأ عليكم من المصدر الذي اشرت اليه صفحه 512 الطبعه طبعه مؤسسه النشر الاسلامي قم المقدسه واما عله ما وقع من الغيبه فان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسؤكم الامام جاء بهذه الآية كي يذكرنا بقصة نزولها وما كان من شأن عمر بن الخطاب في إساءته لآل رسول الله الحكاية مفصلة وقد تحدثت عنها في حلقات سابقه ولا أجد وقتا كافيا كي أعيد الكلام بخصوصها الإمام هنا يشير إلى أمر معيب لا يريد أن يتحدث عنه سنستكشفه من خلال رسائله الى الشيخ المفيد امر معيب يرتبط بنا يرتبط بالشيعة فهذه الرسالة صدرت في بدايات الغيبة في الغيبة الاولى وفي زمان السفير الثاني وَأَمَّا عِلَّةُ مَا وَقَعَ مِنَ الْغَيْبَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ثم يستمر الإمام في بيان جزء وصفحة من صفحات الغيبة إنه لم يكن لاحد من ابائي الا وقد وقعت في عنقه بيعه لطاغيه زمانه وقعت بيعه في عنقه لطاغيه زمانه ليس بالضروره ان الائمه قد بايعوا جميعا بشكل مباشر وواضح ولكنهم بحسب الامر الواقع عاشوا تحت سلطة أولئك الخلفاء والحكام فالبيعة جارية بغض النظر هل جرت مراسيمها الرسمية أو لا وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي هذه صفحه ثانيه من صفحات الغيبه الصفحه الاولى تجنبا للقتل الصفحه الثانيه تجنبا لبيعه ولو بالامر الواقع وليس بالنحو الرسمي تجنبا لايه بيعه مع اي حاكم من الحكام فالإمام هو صاحب المشروع الأعظم الذي سيزيل به كل هؤلاء الحكام وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم هذه صفحة ثالثة من صفحات الغيبة الصفحة الأولى تجنب القتل الصفحة الثانية تجنب البيعة حتى ولو لم تكن بشكل رسمي مباشر وإنما بحسب الأمر الواقع انه لم يكن لاحد من ابائي الا وقد وقعت في عنقه بيعه لطاغيه زمانه واني اخرج حين اخرج ولا بيعه لاحد من الطواغيت في عنقي. اذا ما هي الجهه الثالثه؟ الصفحه الثالثه التي اشار اليها الامام بهذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم قطعا هو لا يتحدث عن البيعة فإنه قد بيّنها وإنما يتحدث عن شيء آخر هذا الشيء معيب لم يشر إليه إمام زماننا في هذه الرسالة في رسالة إسحاق بن يعقوب إذا رجعنا إلى الرسالتين الأولى والثانية اللتين وصلتا إلى المفيد من إمام زماننا الرسالة الأولى وصلت سنة وعشرة للهجرة والثانية وصلت سنة 412 للهجرة والمفيد توفي سنة 413 للهجرة أقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الانوار للمجلس وطبعة طبعة دار احياء التراث العربي في الرسالة الاولى إمام زماننا مخاطبا المفيد مخاطبا الشيعة عبر المفيد وبين من أن أكثر مراجع الشيعة قد ضلوا قد نقضوا عهد الامامه والولايه قد نقضوا بيعه الغدير ومعرفتنا بالزلل الذي اصابكم وفي بعض النسخ ومعرفتنا بالذل الذي اصابكم والمعنى واحد هذا هو ذل الضلال وذل المعصيه وذل الابتعاد عن امام زماننا هو هو انه الزلل ومعرفتنا بالزلل الذي اصابكم مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعه مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون الى اخر الرساله الشريفه في الرساله الثانيه امام زماننا يخاطب المفيد يخبره من انه قد غير مكانه الذي كان فيه غير مكانه لماذا يقول الجا اليه الجاني الى ذلك الجاني الى تغيير المكان الجا اليه السباريت من الايمان. السباريت جمع لسبروت وهذا الوصف لا ينطبق على العباسيين. لان العباسيين لا ايمان لهم حتى يكونوا سباريت من الايمان. السبروت من الايمان هو القادر على ان يحصل الايمان لكنه لا يسعى إليه هذا هو السبروت بالضبط مثلما نستعمل هذا التعبير السربوت السربوت هو السبروت في اللهجة الشعبية العراقية يقولون هذا السربوت هو قادر على أن يعمل هو قادر على أن يكسب رزقه لكنه يتكاسل لكنه يتماهل لكنه يتغابى الذي لا يكون قادرا على ان يكتسب المال مثلا لمرض لعاهه لا يقول الناس عنه من انه سربوت في الثقافه الشعبيه العراقيه وانما يقولون عنه سربوت حينما يكون قادرا على العمل لكنه لا يسعى الى ذلك بسبب كسله بسبب ملله لاي سبب من الاسباب السبروت من الايمان الذي يكون قادرا على تحصيل الايمان هؤلاء هم الشيعه والايمان معرفه امام زماننا لكنهم لا يتحركون بهذا الاتجاه من هنا فإن إمام زماننا وصفهم بالسباريت هؤلاء مراجع الشيعة حينما أصفوا مراجع النجف وكربلاء بأنهم سرابيت هتلية هذا الوصف أخذته من إمام زماني هؤلاء هم السباريت الذين جنحوا مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعه الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون كانهم لا يعلمون بسبب عدم وفائهم بسبب حبهم للدنيا بسبب تعلقهم بالرئاسه الدينيه والمرجعيه الشيعيه من هنا فهم سباريت من الايمان فامام زماننا يقول للمفيد الجأ اليه الجأني الى تغيير المكان وان اذهب الى مكان بعيد الجا اليه السباريت من الايمان شيعتي سباريت من الايمان فلماذا اكون قريبا منهم؟ الامام يكره الواقع الشيعي في الرساله نفسها الامام هكذا يقول ولو ان اشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تاخر عنهم اليمن بلقائنا لكنهم ليسوا اوفياء لو كانوا اوفياء لكنت قريبا منهم لماذا ذهب الى مكان بعيد لانهم سباريت من الايمان الجا اليه السباريت من الايمان ولو ان اشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، هو يتحدث عن خواص الشيعه، عن مراجع الشيعه لما تاخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا على حق المعرفه وصدقها منهم بنا، لكنهم لا يملكون ذلك. فما يحبسنا عنهم الا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم امامنا يكره واقعنا ولهذا ابتعد عنا واوكل امورنا الى انفسنا اوكل امور الشيعه الى هؤلاء السباريت في النجف وهؤلاء ضيعوا انفسهم وضيعوا الشيعه معهم هذا الحديث في بدايات الغيبة الكبرى هذه الرسالة الثانية وصلت إلى المفيد سنة 412 للهجرة نحن الآن في سنة 1443 أكثر من ألف سنة فماذا فعل مراجع الشيعة خلال هذه القرون حتى وصلنا إلى أسوأ مرجعية في التاريخ الشيعي، أتحدث عن المرجعية السيستانية البترية. حين أقول أسوأ مرجعية في التاريخ الشيعي، أتحدث عن عقائدها، عن عقيدتها البترية المرجئية الضالة. وقد أثبتت هذا بالوثائق والحقائق والدقائق في مئات من الساعات. في هذا البرنامج وغير هذا البرنامج كل تلك الحقائق متوفره على الشبكه العنكبوتيه بامكانكم ان تصلوا اليها بسهوله كي تعرفوا الحقيقه الواضحه الجليه فما يحبسنا عنهم ما يحبسنا عن الشيعه في ذلك الوقت في وقت الرساله وفي هذا الوقت فما يحبسنا عنهم الا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. الامام يكره واقعنا الشيعي هذا هو الامر الذي ما اراد الحجه بن الحسن ان يتحدث عنه في توقيع اسحاق بن يعقوب واما عله ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الإمام ما أراد أن يبين عيب الشيعة في هذا التوقيع ولكن حين تمادوا في غيهم وذهبوا بعيدا في ضلالهم ها هو قائم ال محمد يرسل الرسائل الى المفيد كي ينبه الشيعه الى حقيقه حالهم ومن ان الامام الحجه يكره واقعه ولا يحب واقعه والحديث هنا ليس عن عامه الشيعه عن خاصه الشيعه امام زماننا بحسب هذه البيانات يكره واقع المرجعيه لانها مرجعيه بتريه ضاله حوزه النجف حوزه بتريه ضاله مرجعيه النجف من المرجع الاعلى الى المرجع الاسفل مرجعيه بتريه ضاله هذه هي الحقيقه الواضحه والناصعه نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تاويل هذه الايه فاخلع نعليك ما جاء في سوره طه فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى سؤال سعد الاشعري عن معنى اخلع نعليك قلت انه سعد الاشعري قلت فاخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني. وغسلت قلبي عمن سواك وكان شديد الحب لأهله فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل الى من سواي مغسولا هناك قانون واضح يحدثنا عنه امامنا الباقر صلوات الله عليه أقرأ عليكم من علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة باب 179 الحديث الثاني بسنده عن مروان الأنباري قال خرج من ابي جعفر صلوات الله عليه ان الله اذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين اظهرهم فان الله يكره لصاحب الزمان ان يجاورنا ان يجاور شيعته ومن هنا فان امام زماننا يكره مجاورتنا. وقد قرأت ذلك عليكم قبل قليل من رسالته الثانيه الى المفيد. هذا هو القانون. ان الله اذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين اظهرهم. وهذا هو الذي جرى على الشيعه ولا زال يجري. فان الله يكره لامام زماننا ان يجاورنا ان يجاور قبائحنا ان يجاور غدرنا ان يجاور سفاهتنا تاخذكم الغيره على مراجعكم السفله السفهاء الذين لا يفقهون شيئا كل ما عندهم فقه النواصب ودين النواصب ولا تاخذكم الغيره على ائمتكم هذا هو الذي يجري الان ما هو الفارق فيما بينكم وبين النواصب انتم انتم الذين تقولون نحن شيعه فالنواصب يتمسكون بالصحابه ويقدمون الصحابه على رسول الله وال رسول الله وانتم كذلك تتمسكون بهؤلاء المراجع الاوباش السفله البتريين المرجئيين تتمسكون بهم وتقدمونهم على امام زمانكم يتحدثون بجهالاتهم الناصبيه تقبلون جهالاتهم الناصبيه وتتركون عظيم الافكار وعظيم المعارف من قران محمد وال محمد المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم تتركون كل هذا جانبا وتذهبون وراء هؤلاء الخطباء الحمير الذين يحدثونكم بقذارات مراجع النجف وكربلاء الناصبيه هذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي اذا لماذا تلومون السنه على تمسكهم بالصحابه على الاقل الصحابه عاشوا في زمن النبي وهؤلاء لا عاشوا في زمان نبي ولا عاشوا في زمان امام مجموعه شياب لصوص سفله ما هم باكثر من ذلك هذا هو الواقع الحقيقي لمراجع الشيعه في النجف وكربلاء ولا اقول هذا الكلام من دون دليل فقد اقمت المئات والمئات من الادله وهي موجوده متوفره على الشبكه العنكبوتيه ولا يستطيع احد منهم ان يردها ان يرد حرفا منها وهذا الميدان يحمي دان ردوا على هذه الحقائق هكذا يقول هذا القانون إن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم وهذا هو الذي بينه لنا إمام زماننا في الرسالة الثانية التي وصلت إلى المفيد ما هو هكذا قال في الرسالة الثانية التى وصلت إلى الشيخ المفيد فما يحبسنا عنهم ما يحبسنا عن الشيعة إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منه قطعا الجهة الاولى المقصودة المراجع من المرجع الاعلى الى المرجع الاسفل زعماء الشيعة من الزعماء الدينيين ومن الزعماء السياسيين ومن الزعماء المجتمعيين كشيوخ العشائر وامثالهم هؤلاء امام زماننا يكره واقعهم ويكره دينهم ويكره ما هم عليه فما يحبسنا عنهم الا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم وهم الذين وصفهم بالسباريت من الايمان في الرساله نفسها السرابيت بحسب اللهجه الشعبيه العراقيه صار واضحا عندنا عده صحائف من صحائف الغيبه وهذه صحائف حقيقيه كل صحيفه تمثل جانبا من الحقيقه الصحيفه الاولى صحيفه القتل غاب الامام كي يتجنب القتل وهذا الامر مستمر الى وقت ظهوره الصحيفه الثانيه غاب الإمام كي يتجنب البيعة حتى ولو كانت بالأمر الواقع من دون أن تجري المراسيم الرسمية وهذه حقيقة أيضا فقد وقعت البيعة تارة بشكل مباشر وأخرى بحسب الأمر الواقع في زمان ائمتنا السابقين صلوات الله عليهم الصفحه الثانيه غاب الامام كي يتجنب كل بيعه لكل حاكم الصفحه الثالثه غاب الامام وابتعد عن شيعته لانه يكره الواقع الشيعي هذا واقع ناصبي قذر مثلما قال في الرساله الاولى للمفيد مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعه السلف الصالح كان بعيدا عن منهج النواصب اما انتم فقد غطستم في عيونهم القذره الكدره النجسه ولهذا فقد نقضتم بيعه الغدير ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون من هنا فان الامام يكره هذا الواقع فذهب بعيدا عن هذا الواقع واوكل امور الشيعه الى هؤلاء المراجع السفله واوكل امور المراجع السفله الى انفسهم فهكذا ضيعوا انفسهم وهكذا ضيعونا نذهب الى فاصل عن ابي حمزه الثمالي قال قلت لابي عبد الله الصادق صلوات الله عليه ان ابا جعفر عليه السلام كان يقول إن خروج السفياني من الأمر المحتوم قال لي نعم واختلاف ولد العباسي من المحتوم وقتل النفس الزكية من المحتوم وخروج القائم عليه السلام من المحتوم فقلت له فكيف يكون النداء قال ينادي مناد من السماء اول النهار الا ان الحق في علي وشيعته ثم ينادي ابليس لعنه الله في اخر النهار الا ان الحق في السفياني وشيعته فيرتاب عند ذلك المبطلون صفحة رابعة من صفحات الغيبة أقرأ من علل الشرائع للصدوق من الباب الذي رقمه 179 إنه الحديث السابع صفحة 192 بسنده عن حنان بن سدير عن ابيه انه سدير الصيرفي عن ابي عبد الله عن امامنا الصادق صلوات الله عليه قال ان للقائم منا غيبه يطول امدها انها الغيبه الثانيه التي نعيش فيها نحن نحن ابناء هذه الغيبه التي طال امدها ان للقائم منا غيبه يطول امدها فقلت له ولم ذاك يا ابن رسول الله؟ سدير الصيرفي يقول للامام ولم ذاك يا ابن رسول الله؟ قال ان الله ابى الا ان يجري فيه سنن الأنبياء أن يجري فيه سنن الأنبياء أو أن يجري فيه أن الله يجري فيه سنن الأنبياء والقراءتان صحيحتان والمعنى واحد إن الله أبى إلا أن يجري فيه سنن الأنبياء في غيباتهم وأنه لا بد له يا سدير من استيفاء مدد غيباتهم قال الله عز وجل لتركبن طبقا عن طبق أي سننا على سنن من كان قبلكم كلام الإمام واضح وواضح جداً من أن السنن التي جرت في الأمم الماضية ستجري في هذه الأمة. بسبب مواقف الأمم الماضية كان للأنبياء من غيبة هنا ومن غيبة هناك عبر تأريخ الأنبياء. فتلك السنن تجري في هذه الأمة. مثل ما قال لنا رسول الله صلى الله عليه واله ما جرى في الامم الماضيه يجري في هذه الامه حذو القذه بالقذه وحذو النعل بالنعل باعا بباع وذراعا بذراع القذه ريشه السهم والباع هذه المسافة ما بين يدي الإنسان والذراع معروف باعا بباع وذراعا بذراع ولو أنهم دخلوا جحر ضب هذا الحيوان الصحراوي الزاحف من الزواحف ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه سيجري في امتكم هذه ما جرى في الامم الماضيه القانون هو القانون لتركبن طبقا عن طبق اي سننا على سنن من كان قبلكم هكذا يقول الصادق صلوات الله عليه ان للقائم منا غيبه يطول امدها فتساءل سدير الصيرفي ولم ذاك يا ابن رسول الله فقال الامام ان الله ابى الا ان يجري فيه سنن الانبياء في غيباتهم وانه لا بد له يا سدير من استيفاء مدد غيباتهم الحكمه من هذا تفاصيل حكمه جريان سنن غيبات الانبياء في برنامج غيبه امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه القران يحدثنا في سورة آل عمران في الآية التاسعة والسبعين بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب إذا لابد من برنامج للتمييز ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه الذين يدعون ما يدعون حتى يميز الخبيث من الطيب وتستمر الآية بهذا الخصوص وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء يكونون واسطه فيما بينه وبينكم فامنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم انتم لا تطلعون على الغيب ولذا فنحن لا نطلع على اسرار غيب الغيبه كلها وانما نطلع على ما بينه لنا ائمتنا وهذا هو الذي احدثكم به اما غيب الغيبه فذلك امر راجع لامام زماننا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيثة من الطيب ماذا جاء في تفسير العياشي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان هذا هو الجزء الأول صفحة 231 وواحد وثلاثين رقم الحديث مية وخمسة وسبعين عن عجلان ابي صالح قال: سمعت ابا عبد الله، سمع الصادق صلوات الله عليه، سمعت ابا عبد الله يقول: لا تمضي الايام والليالي حتى ينادي مناد من السماء يا اهل الحق اعتزلوا يا اهل الباطل اعتزلوا فيعزل هؤلاء من هؤلاء ويعزل هؤلاء من هؤلاء يخرج أهل الحق من أهل الباطل كي يلتحقوا بأهل الحق ويخرج أهل الباطل من أهل الحق كي يلتحقوا بأهل الباطل لا تمضي الأيام والليالي حتى ينادي مناد من السماء ليس بالضروره ان يكون النداء مسموعا وانما هي السنن الالهيه تجري فلا بد من التمييز والتمحيص لا تمضي الايام والليالي حتى ينادي مناد من السماء يا اهل الحق اعتزلوا يا اهل الباطل اعتزلوا فيعزل هؤلاء من هؤلاء ويعزل هؤلاء من هؤلاء؟ قال قلت اصلحك الله يخالط هؤلاء هؤلاء بعد ذلك النداء بعد عمليه العزل هذا هل يكون اختلاط بين اهل الحق والباطل؟ قال كلا انه سبحانه وتعالى يقول في الكتاب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب انها الايه التي تلوتها عليكم قبل قليل من سوره ال عمران دققوا النظر في هذه الروايه العظيمه والدقيقه لا تمضي الايام والليالي حتى ينادي مناد من السماء يا اهل الحق اعتزلوا يا اهل الباطل اعتزلوا فيعزل هؤلاء من هؤلاء ويعزل هؤلاء من هؤلاء قال قلت اصلحك الله الذي يقول هذا عجلان ابو صالح قال قلت اصلحك الله يخالط هؤلاء هؤلاء بعد ذلك النداء قال كلا انه يقول في الكتاب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتي يميز الخبيث من الطيب هذه السنن التي جرت في أمم الأنبياء السابقة ستجري في هذه الأمة وستجري بشكل مكثف في عصر الغيبة وبشكل مكثف أكثر واكثر واكثر كلما اقتربنا من زمان وقت ظهور الحجه ابن الحسن كلما اقتربنا من زمان ظهور امام زماننا الحجه ابن الحسن والقران ايضا يقول في سوره الفتح في الايه الخامسه والعشرين بعد البسمله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء موطن الشاهد هنا لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هناك اختلاط بين المؤمنين وغيرهم. القرآن يقول: لو تزيلوا لو انفصل المؤمنون عن الكافرين لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هؤلاء الذين كفروا ببيعه الغدير بحسب طريقه سقيفه بني ساعده او بحسب طريقه سقيفه بني طوسي السقيفتان كافرتان بالغدير لكن لكل سقيفه طريقتها واسلوبها في كفرها ببيعه الغدير اقرا الايه مره اخرى عليكم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله هؤلاء اعداؤكم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يعيشون فيما بينهم فيما بين اولئك الكفار ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يعيشون فيما بينهم او انهم محمولون في اصلابهم في اصلاب الكافرين اقرا عليكم ما جاء في احاديثهم الشريفه من كمال الدين وتمام النعمه من المصدر الذي اشرت اليه قبل قليل عن محمد بن أبي عمير عمن ذكره من أصحاب الأئمة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال قلت له ما بال أمير المؤمنين لم يقاتل مخالفيه في الأول لم يقاتل مخالفيه حينما عقدوا سقيفة بني ساعدة ما بال أمير المؤمنين لم يقاتل مخالفيه في الاول قال لايه في كتاب الله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما قال قلت وما يعني بتزايلهم قال ودائع مؤمنون في اصلاب قوم كافرين وكذلك القائم لم يظهر ابدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل فاذا خرجت ظهر على من ظهر من اعداء الله عز وجل فقتله الروايه واضحه وصريحه جدا روايه ثانيه عن ابراهيم الكرخي قال قلت لابي عبد الله لإمامنا الصادق صلوات الله عليه: أصلحك الله ألم يكن علي قويا في دين الله عز وجل؟ قال: بلى، قال: فكيف ظهر عليه القوم؟ وكيف لم يدفعهم؟ وما يمنعه من ذلك؟ السؤال عن سقيفة بني ساعدة وأتباعها. قال آية في كتاب الله عز وجل منعته قال قلت وأية آية هي؟ قال قوله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إنه كان لله عز وجل ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين فلم يكن علي ليقتل الاباء حتى تخرج الودائع فلما خرجت الودائع ظهر على من ظهر فقاتله وكذلك قائمنا اهل البيت لن يظهر ابدا حتى تظهر ودائع الله عز وجل فاذا ظهرت ظهر على من يظهر فقتله الايات والروايات واضحه هناك عمليه تمييز للخبيث من الطيب وهناك عمليه تزايل لا بد من التزايل هذا من تزايل المؤمنين من اصلاب الكافرين والمنافقين هذا كله يجري في اطار السنن التي جرت على الانبياء سابقا فتلك السنن تجري في برنامج غيبه امام زماننا فما جرى على الامم السابقه من امم الانبياء يجري علينا يجري على الشيعه في زمان غيبه قائم ال محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليه أعتقد أن الصورة باتت واضحة هناك صفحات وصفحات تحدثنا عن حكمة وعن علة وعن أسباب وفلسفة غيبة إمام زماننا الحجة ابن الحسن انه يتجنب القتل انه يتجنب كل بيعه لكل حاكم ان كانت البيعه رسميه او كانت بحسب الامر الواقع انه يكره واقعنا الشيعي ومن هنا هجره وغادره وابتعد عنه وتركنا لهؤلاء المراجع البتريين المرجئيين الذين هم أضر علينا أضروا على الشيعة من شمر وحرملة كما وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد التي جاءت مذكورة في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهكذا لا بد أن تجري في هذه الأمة ما جرى في أمم الأنبياء، لا بد أن تجري سنن الغيبة في الأمم السابقة في هذه الأمة، فلا بد من تمييز ولا بد من عملية تزايل، مثلما حدثنا القرآن وحدثتنا الروايات الشريفة. المقام ليس مقاما للاسهاب والاطناب والتطويل ساكتفي بهذا العرض الملخص الوجيز كي افتح صفحه اخرى من صفحات غيبه امام زماننا نذهب الى فاصل من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا فيكون الباس من كل وجه ويل لمن ناواه وليس في الرايات اهدى من رايه اليماني هي رايه هدى لانه يدعو الى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل النار لانه, لأنه يدعو, يدعو الى الحق والى طريق, طريق مستقيم هناك صفحه خامسه وهي صفحه مهمه جدا احاديثنا الشريفه تحدثت بشكل واضح من ان الامام الثاني عشر في سلسله الائمه الاوصياء لا بد ان يغيب لا بد له من غيبه لماذا لانه هو الثاني عشر على سبيل المثال ما جاء في حديث ابي خالد الكابولي عن امامنا السجادي والذي قراته عليكم في الحلقات المتقدمه انني اقرا عليكم من كمال الدين وتمام النعمه للصدوق قال ابو خالد فقلت يا ابن رسول الله يخاطب الامام السجاد ثم يكون ماذا؟ فقال امامنا السجاد صلوات الله عليه ثم تمتد الغيبه بولي الله عز وجل الثاني عشر من اوصياء رسول الله والائمه بعده ابو خالد الكابلي يسال الامام السجاده فيقول يا ابن رسول الله ثم يكون ماذا قال ثم تمتد الغيبه بولي الله عز وجل الثاني عشر من اوصياء رسول الله والائمه بعده فالامام الثاني عشر في سلسله الائمه الاثني عشر في سلسله الائمه الاوصياء لا بد ان يغيب لانه الامام الثاني عشر لا بد ان يغيب قد تقولون ما معنى ذلك معنى ذلك واضح اول صفحه من صفحات الغيبه التي حدثتكم عنها من ان الامام غاب كي يتجنب القتل الائمه الأربعة عشر قتلوا محمد صلى الله عليه واله قتلوه علي قتلوه فاطمة قتلوها الحسن قتلوه الحسين قتلوه وهكذا سائر الأئمة إلى الإمام الحسن العسكري قتلوا جميعا لم يبق إلا هذا الإمام من هنا لا بد أن يغيب وإلا سيقتلونه سيقتل وأول الساعين في قتله عمه جعفر جعفر الكذاب لأنه الإمام الثاني عشر لا بد ان يغيب اذا لم يغب سيقتل قد يقول قائل يقتل وياتينا سبحانه وتعالى بامام جديد القضيه ليست هكذا هناك نظام تكويني ونظام الهي سبحانه وتعالى نظم الوجود وفقا لسلاسل الامامه هذه السلسله الام الائمه الاربعه عشر وسلسله الائمه الاوصياء الائمه الاثني عشر الامام الثاني عشر هو اخر امام في هذه السلسله وهو اخر امام في سلسله الائمه الاربعه عشر في سلسله الامامه الام الكون بني على هذا النظام ان يقول قائل بهذا القول فهذا قول عبثي من انه يقتل ثم ياتينا امام جديد ائمتنا ما هم بحكام سياسيين ائمتنا ترتبط كل ذره في الوجود بهم هكذا نخاطبهم في الزياره الجامعه الكبيره وذل كل شيء لكم هذه القضيه لا علاقه لها بالامامه السياسيه لو كان الامر سياسيا يمكن ان يكون لنا من الائمه بحسب كل جيل من الاجيال يكون هناك امام في كل قرن من الزمان ربما يكون لنا أكثر من إمام إذا كانت القضية قضية سياسية محضة أو كانت القضية قضية إفتاء وإبراز الأحكام الشرعية الأمر أعظم من ذلك الأمر يرتبط بالوجود الأمر يرتبط بالتكوين التشريع أمر يأتي في حاشية المقام وذل كل شيء لكم التشريع ذل لهم ايضا لكن الحديث عن الوجود فكل ذره في الوجود ترتبط بوجودهم الكون بكل تفاصيله يرتبط بوجودهم وجودهم ليس بوجود سياسي وجودهم وجود إلهي حينما نخاطبهم في زيارة آل ياسين انتم الاول والاخر انتم الاول والاخر وجودا وتكوينا ونظاما الهيا وبعد ذلك يأتي الدين والتشريع الدين والتشريع في حاشية المطلب في حاشية المقام فهذه الاعداد اعداد ثابته بني الوجود عليها لا يمكننا ان نغير فيها ولا يمكننا ان نعترض عليها الاعتراض عليها اعتراض سفيه والتغيير فيها يؤدي الى الفساد في الوجود والتكوين انا اسالكم اذا ما فتحنا جمجمه الانسان لتشريح مخ الانسان فاننا سنجد عن يمين المخ اثنتي عشر قناه من قنوات الجهاز العصبي التي تتصل بالمخ في الجهه اليمنى هناك اثنتا عشر قناه للجهاز العصبي وفي الجهه اليسرى هناك اثنتا عشر قناه تربط الجهاز العصبي في جسم الانسان بهذا المركز بالدماغ بالمخ هذه القنوات لو تعرض بعضها للاصابه والخلل فان الانسان سيكون مختلا في قدرته العصبيه هل نستطيع ان نعترض على عدد هذه القنوات سبحانه وتعالى هو الذي خلق الانسان وهو عالم بما خلق وبما ابدع كمال هذا المخلوق بجهازه العصبي وكمال الجهاز العصبي بهذه القنوات وتحديدا بهذا العدد من القنوات ان كان ذلك في الجانب الايمن من المخ او كان ذلك في الجانب الايسر من المخ اذا ما نزلنا الى صدر الانسان هناك اثنى عشر ضلعا في الجانب الايمن وهناك مثلها في الجانب الايسر اثنى عشر ضلع في الجانب الايمن من صدر الانسان واثنا عشر ضلعا في الجانب الايسر من صدر الانسان زادت نقصت يؤدي ذلك الى اختلال بنيه جسم الانسان وكم هي عظيمه فائده القفص الصدري للانسان لا اريد ان اتحدث عن هذا الموضوع البرنامج ليس منعقدا لمثل هذه المسائل العمود الفقري الذي به قيام الانسان تنقسم فقراته الى ثلاث مجموعات الفقرات الرقبيه عند الرقبه والفقرات الظهريه والفقرات العجزيه الفقرات التي تعطي الانسان انتصابه قامته بشكل صحيح هي الفقرات الظهرية والتي قد يقال لها الفقرات الصدرية ايضا لانها تكون في مقابل الصدر الفقرات الظهرية عند الانسان عددها اثنتا عشر من الفقرات قوام العمود الفقري قوام انتصاب جسم الانسان وامتداد قامته بهذا العدد من الفقرات اذا نقصت او زادت يكون هناك اختلال هل يستطيع احد ان يعترض على ذلك هذه امور تكوينيه واضحه نذهب الى فاصل عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربعة وحش الوجه ضخم الهام بوجهه اثر الجدر اذا رايته حسبته اعور اسمه عثمان وابوه عنبسه وهو من ولد ابي سفيان حتى ياتي ارض قرار ومعين فيستوي على منبره عن عمر بن يزيد قال قال لي ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه انك لو رايت السفياني رايت اخبث الناس اشقر احمر ازرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه انه يدفن ام ولد له وهي حيه مخافه ان تدل عليه حينما نقرا في الكتاب المقدس لليهود في كتاب العهد القديم وقد قرات ذلك عليكم في حلقات سابقه من ان الله يقول لابراهيم بخصوص اسماعيل من انني اباركه واثمره واكثره اثني عشر رئيسا يلد لماذا هذا العدد هذا في الكتاب المقدس لليهود وهذا العدد موجود في كتاب اليهود في مواطن اخرى لكنني جئتكم بمثال من الامثله فان الله يباركه يبارك اسماعيل ويثمره ويكثره اثني عشر رئيسا يلد لماذا عدد الحواريين اثني عشر وهذا مذكور في كتابهم المقدس ايضا لماذا عددهم اثني عشر لماذا نقرا في الانجيل في كتاب العهد الجديد في الكتاب المقدس للنصارى في سفر رؤيا يوحنا ماذا نقرا في سفره ثم ظهرت ايه عظيمه في السماء امراه متسربله بالشمس والقمر عند رجليها وعلى رأسها إكليل من اثني عشر كوكبا لماذا هذا العدد؟ لا شأن لنا بالمرأة من هي وإن كان الأمر واضحا بالنسبة لنا ثم تظهر آية عظيمة في السماء امراه متسربله بالشمس والقمر عند رجليها وعلى راسها اكليل من اثني عشر كوكبا لماذا هذا العدد ولماذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم من ان الائمه من قريش اثني عشر من ان الخلفاء من قريش اثني عشر لماذا كل هذا لماذا التركيز على هذا العدد لماذا نقرأ في القرآن في سورة التوبة في الآية السادسة والثلاثين إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم إن كان الحديث عن شهور السنة فلماذا جعلت بهذا العدد؟ الآية لا تتحدث عن شهور السنة ذلك الدين القيم فهل ان معرفة شهور السنة يقال لها دين قيم ذلك الدين القيم محمد وال محمد انها سلسلة الائمة الاوصياء من علي الى القائم وهذا ادل دليل على امامة فاطمه لأن محمدا صلى الله عليه وآله لم يذكر هنا ذكر الاثنى عشر فقط الإمامان الباقيان هما إمامان في سلسلة الأئمة الأربعة عشر إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم العليون الأربعة علي المرتضى علي السجاد علي الرضا علي الهادي ذلك الدين القيم الدين القيم أئمتنا إنهم الأئمة الإثنى عشر هذه سلسلة فرعية وإلا إذا قلنا هي السلسله الاصل فاننا قد اخرجنا محمدا من الدين القيم وهنا تاتي فاطمه وذلك دين القيمه كما في الايه الخامسه بعد البسملة من سوره البينه وذلك دين القيمه دين القيمه هو الدين القيم لا اريد ان اخوض في هذه المساله الان لم كل هذا التركيز على هذا الرقم؟ اثنا عشر حتى في حياتنا العادية لماذا الاوروبيون يرسمون على علم الاتحاد الاوروبي اثنتي عشر نجما عدد الدول ليس كذلك لماذا عدد النجوم على علم الاتحاد الأوروبي هو هذا الاثنى عشر لماذا عدد الحواريين عدد مقدس في دياناتهم رمز كوني رمز كوني لماذا عند التجار وفي السوق والاقتصاد وحتى في الدوائر الرسميه وفي المكتبات وفي دور النشر وفي كل مكان وفي المصانع والمزارع لماذا يكون الحساب والتصنيف وفقا لهذا العدد ما يسمى بالدزينه ونحن في العراق نقول درزا في الدول العربية يقولون دزينة ما يسمى بالدزينة أو بالدرزن وهو تنظيم وتصنيف وتقطيع للبضائع وفقا للعدد الثاني عشر لماذا؟ هناك حالة نفسية باعثة على الإشباع والاقتناع بهذا العدد في كل العالم لماذا الدزينه تتالف من اثنتي عشر قطعه لماذا حتى حينما يحتج بعضنا على بعض اذا احتج اب على ابنه او احتج صديق على صديقه او احتج رئيس على موظفيه يقول لهم انا انطيتكم درزا دزينة الاب يقول لابنه انا جبت لك دزينة قمصان شو تريد بعد انه العدد الكافي الوافي انا لا اريد ان استدل بمثل هذه الجزئيات على حقيقة كبيرة لكنني أريد أن ألفت أنظاركم إلى هذه الوقائع التي بين أيدينا انظروا إلى التكنولوجيا إنها تعتمد كثيرا على هذا الرقم أخرج الموبايل من جيبك ماذا ترى؟ سترى هذا العدد أمامك 12 عشر زر من الأزرار أرقام التليفون من الصفر الى التسعه هذه عشره المربع والنجمه اثنى عشر زر هكذا صنعوا جهاز الايفون وصنعوا اجهزه التليفون لماذا؟ هناك حكمه عند الصانع ان جعل هذا العدد الذي يناسب حاجه المستعمل اذهبوا إلى لوحة المفاتيح لأجهزة الكمبيوتر ماذا ستجدون فيها الكيبورد هناك مفاتيح الوظائف كم عددها اثنا عشر من F1 إلى F12 لماذا هذا العدد لأن صانع هذا الجهاز يرى ان الوظائف تتحقق في لوحه المفاتيح بهذا العدد من الازرار لا يستطيع احد ان يعترض عليه فهو مهندس هذا الجهاز نحن لا نستطيع ان نعترض على الله هو الذي انشا هذا الكون ونظمه وفقا لهذه الاعداد ووفقا لهذه المعادلات الحكايه طويله ووقت الحلقه انتهى فماذا ساصنع لكم كان في نيتي ان اسب في هذا الموضوع لكن بقيت عندنا صفحه واحده من صفحات الغيبه اختم بها حديثي اقرا عليكم من كمال الدين وتمام النعمه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادق جعفر بن محمد يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل لا بد منها للثاني عشر كما قلت لكم إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل فقلت ولم جعلت فداك؟ قال لامر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قلت فما وجه الحكمه في غيبته؟ قال وجه الحكمه في غيبته وجه الحكمه في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره من الانبياء او من الائمه اكانت غيبه واسعه ام كانت غيبه ضيقه ان وجه الحكمه في ذلك لا ينكشف الا بعد ظهوره هناك جانب من صفحات حكمه الغيبه لا تنكشف الا بعد ظهوره لكن هذا لا يعني ان الائمه لم يكشفوا لنا عن صفحات حكمه غيبته صلوات الله عليه ولو في بعض الجهات. قارنوا قارنوا بين منطق حوزه النجف في اخر ايامها. الايرواني المرجع الذي تباشر به النجفيون الحوزويون. وهذا اخر حديث له عن امام زماننا. في شهر شعبان وهذا الحديث من نتاج مركز الدراسات التخصصيه في الامام المهدي وهو يتحدث الى العلماء والى الاساتذه والفضلاء يتحدث في العتبه العلويه فهذا احسن ما عنده وهذا احسن ما وصلوا إليه لم يضمن حديثه شيئا من كل هذه الأحاديث لأنهم يجهلون هذه الأحاديث لأنهم لا يعرفون إمام زمانه لأنهم يجهلون الثقافة المهدوية الأصيلة قارنوا بين حديث حوزة النجف وبين حديث قناة القمر أكمل لكم قراءة الرواية. قلت فما وجه الحكمة في غيبته؟ قال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره ان وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف الا بعد ظهوره كما لم ينكشف وجه الحكمة فيما اتاه الخضر من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لم ينكشف لموسى إلى وقت افتراقهما يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله تعالى وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمه وان كان وجهها غير منكشف فهناك صفحات من حكمه الغيبه بينوها لنا وقد عرضت ما عرضت منها بين ايديكم وهناك صفحات من حكمه غيبه امام زماننا سيبينها صلوات الله عليه عند ظهوره الشريف وقت الحلقه انتهى اسالكم الدعاء جميعا نلتقي غدا ان شاء الله تعالى في امان الله